بونجور. اهلا بونجور. كيفك مستر؟ اهلا اهلا مدام. اهلا تفضل. شو وين اللي عليهم 80؟ في هيدا كل هيدا ولا هون؟ لا هيدا هيدا القسم كله 80 80%. ايه لانه بتعرفي هلا اجواء سولدات، بعدين نحن بضاعتنا ما بدها سولد اصلا، بس زبوناتنا يعني بهمهم الامر. يعني هي عليها 80؟ ايه 80%. هيدا اوكي. هاي اللي بقيت لي كثير بتعرفي انت مهضومه. ايه حسب الالوان مثلا. هلا هول درجين بدك تجربيها تقيسيها؟ ايه مدام اخر قطعه هيدي اذا حبيتيها يلا. والله اخر قطعه ما في غير هيدي عليها 80%. عم تقول ايه هي 80%، هول كلهم 80% وهي 80%. هي حلوه. ايه سوري بس هيدي انا باردون، هيدي انا شفتها قبلك. سوري بس انت رجعتي حطيتيها وانا رجعت اخذتها. لا حطيتها بما كنت عم بحكي انا وياه للمسؤول. ايه خلص ما انا رجعت اخذتها. سوري بس انا نقيتها قبلك. اه كل شيء هلا بتنقي صار لك يعني؟ لا معليش سوري. مش انا ولا مدام في كثير مديرات احلى يعني. لا انا بدي هيدي، انا عجبتني هي من بس رجعت رجعتها فصارت لإلي. سوري بس انا نقيتها. انت رجعتي حطيتيها مالك قد ايه حقها؟ هي هيدي 200 دولار بالسعر الاساسي تبعها. ايه؟ بس عاملين عليها هلا 80% بصيروا 40 دولار. 40 دولار انا باخذها. سوري حياتي بس هيدي انا نقيتها قبلي. لا لا معلش معلش سوري يا دوموزيل بس انت حضرتك رجعتي حطيتيها، لما حطيتيها بطلت لك، رجعت انا استحليتها. بس اتركي الجاكيت بليز. لو سمحتي بس بتشيلي ايدك الملزقه بالتعليقه. بتشيليها لانه انا بدي اياها. لا سوري معلش. مسيو رح ادفع لك حقها انا 100 دولار. آه 100 دولار. ما هيك صارت. مبروك لك. بدفع لك 150 دولار. 150 300 اوكي 300 500 بدفع لك حقها هلا كاش 500 دولار. مبروك يا حبيبي. ميرسي. ما بتعرفيني بس حط شغله براسي. وانت كمان ما بتعرفيني. 700 دولار. 700 دولار اوكي. 900 دولار. 1000 دولار. بدك تدفع 1000 مدام على اون على دوي؟ لا؟ لا مبيعي. مبروك يا مدام. ميرسي. مبروك. ثانكس. رح ادفع على الصندوق قيسة. اوكي. طب ادفعي 50 زيادة كانت يمكن. بس شو؟ انا شفت هي. نعم. سوري بس. مبروك مبروك. ميرسي بس ما عندك اكبر منها بعد بقياس؟ لا هيدي الوحيدة، القطعة الوحيدة بقية النوع والقياس ما في غيرها. بتعرف ليه المشكلة؟ لأنه صراحة بس البسطة من هون ايه يعني بخاف تملع لأنه ضيقة علي. لا ما فيني اتحرك. بتترحرح بعد شوي بتوسع. ما بتترحرح هي، بس أنا عندي خبرة بهدول المواضيع لأنه هيدي جلد بقى بتفتق وبتملع. ودجا اوريدي كنت هلا دفعت 1000 دولار على الصندوق. دماش. ما فيكم تردوا لنا؟ لا خلص اذا لحقت وفيت على الصندوق ما بتطلع. ما في معنا سيستم نرجع وهيك ابدا. سوري يعني ما بعرف. ولا فيكم ريفاوند على الكارت؟ لا 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 ابدا. هلا اذا شيء بتعطي هديه لحدا يمكن او شيء. مين بدي اخذها؟ لا هلا انا كنت عجبتني بس يا ريت في اكبر منها بقياس واحد. والله سوري مدام ما في اعمل شيء يعني. بعتذر بعتذر كثير. اهلا وسهلا فيكي. سوري انا باخذها. انت كان بدك اياها مدام ما هيك؟ انا بشتريها منك. هلا انا دافع حقها 1000 دولار. ايه دفعتي حقها 1000 دولار. بس بس هي حقها 40. هي 200 وعلى السولد 40. ايه على السولد 40. خلص خذيها ب 40 ما بيأثر. لا ما حاخذها ب 40، باخذها ب 10 دولار. نعم؟ لانه صارت ملبوسه هيدي. من لبست مش لبستها وراحت واجت يعني تعتبر قطعه ملبوسه، ما عم بشتريها من المحل دغري، عم بشتريها منها من بعد ما هي اشتريتها. انت حره تسعري اللي بدك اياه. ايه اكيد حره. بس لا سوري مدام معلش انه بالعمليه يعني شو لبستها قستها هونيك ورجعت انه حطيتيها على جسمك وبكليت واجت لتملع خبريه ادفع. مبروك يا مدام. 25 دولار يعني. طيب اذا بدي اعمل لك سعر يعني بس هيك حتى ما تنزعجي بدفع لك 20 دولار عليها. 20 دولار؟ حق 40؟ بتحب اعطيك 20 دولار؟ هاتي هون احسن من بلا. بتبيعيها ب 30 مدام؟ ما دوم. تعي تعي. مع السلامة. مع السلامة.